اعترافا بدورها في دعم الجهود الدولية للحفاظ على التراث الإنساني حول العالم، نالت مملكة البحرين عضوية لجنة التراث العالمي، وحصدت أعلى نسبة تصويت بمعدل 121 صوتا. جاء ذلك خلال الاجتماع 21 للجمعية العامة للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، والذي يعقد في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس. وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة، أكدت أنه بفضل رعاية واهتمام قيادة البحرين الرشيدة وتوجيهاتها، تمكنت المملكة من تعزيز موقعها على خارطة الدول المتقدمة في صون التراث الإنساني العالمي. وأشارت معاليها إلى دور مواقع التراث العالمي في عملية التنمية المستدامة، موضحة أن البحرين تمكنت من تسجيل موقعين على قائمة التراث العالمي الإنساني، هما موقع قلعة البحرين وموقع طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق، وتعمل حاليا على ترشيح المزيد من المواقع على القائمة كتلال عالي الأثرية ومدينة المنامة التاريخية. في هذا اليوم تم انتخاب البحرين مجددا لدخول لجنة التراث الإنساني العالمي. هذه اللجنة من أهم لجان اليونسكو، وحصول مملكة البحرين على أعلى الأصوات 121 صوتا، وتكريس الدول العربية لصوت واحد ولبلد واحد ليمثلها، هو المرة الأولى التي تجمع فيها المجموعة العربية على ترشيح واحد، ويكون للدول العربية هذا الثقل. هي رسالة نمررها لكل المسؤولين، التنظيم أساسي للحصول على المواقع التي تستحقها دول عربية. الأعضاء الذين وقعوا هم أعضاء في لجنة تم إشهارها في 1972 لحماية التراث البيئي والطبيعي والثقافي. هذه اللجنة كوننا ننضم إليها، وكون البحرين تمثل المركز الإقليمي الذي يخدم سائر الدول العربية، هو مفخرا نعتز بها، ونبارك لجلالة الملك المفدى ولصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ولولي العهد نائب رئيس الوزراء بهذا النصر أو بهذا الفوز الجميل الذي تستحقه مملكة البحرين.